سقط طرابلس، ولكن يبقى القذافي مجهول المكان والمصير. شوارع العاصمة الليبية التي تكاد تخلو من قاطنيها بدأ فيها الانقسام وأثر المعارك جليا. وفيما كان الجميع يحبس أنفاسه في انتظار المشهد الأخير لسقوط النظام الليبي، خرج سيف الإسلام الابن الأكبر للعقيد القذافي إلى دائرة الضوء مجددا بعد أن تردد على نطاق واسع خبر اعتقاله ليعيد خلط الأوراق من جديد ويرسم علامات استفهام على سير الأحداث. والآن هنقوم بجولة في مدينة طرابلس في الأماكن الأكثر سخونية وتشوفوا أن الأمور تمام والوضع تمام جدا، فنطمئن ونطمئن العالم كله أن الأوضاع في ليبيا ممتازة جدا والحمد لله. كل المؤشرات تدل على أن ساعة الحسم باتت قريبة، لكن المقاومة التي يبديها بعض الكتائب التابعة للقذافي في طرابلس ومدن أخرى من شأنها أن تطيل أمد مهمة مقاتلي المعارضة وقوات الناتو الداعمة لها. What is left of the pro-Qaddafi military give no sign that they will stop terrifying the population. ما تبقى من قوات القذافي لا يعطي مؤشرات على توقف قتال المدنيين، إنهم يقاومون بشراسة من أجل بسط سيطرتهم على الطريق بين البريغة وبن وليد وشمال غرب مصراتة لضمان حرية التنقل بين طرابلس وسبها. ورغم سيطرة الثوار على منشآت هامة في العاصمة طرابلس من بينها مقر التلفزيون الرسمي، إلا أن كتائب العقيد ما زالت بحسب المراقبين قادرة على زعزعة الاستقرار حيث تنتشر على أسطح المباني، فيما يقول الثوار إنهم أرغموا عددا من هذه الكتائب على الانسحاب من العاصمة ومدن أخرى باتجاه سرت مسقط رأس الزعيم الليبي. ويبقى باب العزيزية الاختبار الأهم لسير المعارك الدائرة، حيث يعتقد أنه ما زال يخفي الكثير من الأهداف التي يسعى الثوار للوصول إليها، وفي مقدمتها العقيد القذافي ونجلاه سيف الإسلام ومحمد. لكن الوصول إلى عمق هذه القاعدة التي تضم تشكيلات عسكرية وأمنية مسلحة أمر يتطلب ترتيبات كثيرة وفق ما عكسته التطورات الميدانية.